من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على دربه يوم الدين. البداية السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف أصبحتوا اليوم؟ كويسين إن شاء الله. هنكمل مع بعض ما بدأناه المحاضرة الماضية عن الريسك مانجمنت أو عن سجل إيش؟ إدارة المخاطر أو عن سجل المخاطر. ما المقصود بسجل المخاطر؟ نشوف مع بعض. تفضل يا بسنت. تتمثل النواتج الأساسية التي يتم الحصول عليها من عملية تحديد المخاطر. عندنا يا أخوات ريسك معين. إيش حيترتب عليه؟ يعني ما هي آثار الريسك هذا علينا؟ هل حيوقف المشروع؟ هل المشروع حيمشي؟ إيش بده يصير فينا بالضبط؟ تفضلي. المدخلات الأولية في سجل المخاطر. يشتمل سجل المخاطر على نواتج عمليات إدارة المخاطر الأخرى عندما يتم إجراءها. طبعاً هو كيف صار سجل؟ كل ما تعرض لريسك هاي كمان خطر بعمل له آثار، كمان ريسك بعمل له برضه الآثار، فهيك بصير عندي سجل واضح اللي هي إيش؟ سجل مجموعة من آثار المخاطر المختلفة. تفضلي. مما يؤدي إلى رفع مستوى ونوع المعلومات التي سيتم إدراجها إلى في سجل المخاطر في المستقبل. يبدأ تجهيز سجل المخاطر مع عملية تحديد المخاطر. من عملية تحديد إيش؟ المخاطر. تعالوا نأخذ مثال على سجل المخاطر. إذا مثال على سجل المخاطر بكون بالشكل هذا. اكزامبل، حيكون عندنا ايش؟ اكزامبل على سبيل المثال الريسك والاثر. ناخذ امثله على المخاطر وايش الاثار المترتب عليها، وبعدين حنشوف الاثر مرتفع، الاثر متوسط، مخفض. هل الأثر حيأثر بشكل قوي على المؤسسة؟ لا بشكل بسيط، لا مش مؤثر. حنشوف مع بعض. ناخذ مثال، عندنا ريسك متوقع اللي هو إصابة العمال. لو احنا بنبني في بناية في مشروع، ممكن لو ما كناش ماخذين إجراءات السلامة والأمان المحافظة على سلامة العمال، ممكن واحد فيهم يوقع أو ممكن ينكسر أو ممكن ينحرق. هذا اسمه خطر بهددني. ماشي. إذا إصابة إيش؟ العمال. الأثر أمني، أمني بأثر على الأمن والسلامة، بأثر على الأمن والسلامة. إيش الشغلات يعني أكبر خطر متوقع لو العامل الصواب إيش يصير؟ ممتاز، الوفاة. أخذت بالك؟ إحنا مسكنا الخطر اللي توقعناه وركزنا عليه هو، فقلنا لو عامل مصاوب أسوأ حاجة ممكن تحصل يموت. ماشي؟ طيب ما ماتش، وقف العمل، إعاقة أو إصابة. بس هو أنت بتدرسيها للعامل ولا هو العامل حيأثر على المشروع؟ هو كتأثير كمان على المشروع، حيأثر على المشروع. يعني لو مات إيش حنسوي؟ توقف الإنتاج بالشغل. بترتب على وفاة العامل إن ندفع تعويضات. هو أنا عندي مجموعة عمال، مات واحد مش هيوقف المشروع، العمال التانيين بيكملوا، لكن أنا حادفع تكاليف الزيادة اللي هي تعويض للعامل هذا أو لأهل العمل. واضح؟ إذا الأثر المنتفع لو مات، المتوسط إعاقة، المخفض إصابة طفيفة. بقعد يا أخوات بفترض في حالة وفاة العامل إحنا إيش حنسوي؟ أول حاجة المشروع مش حيتوقف لأنه شخص واحد المات. رقم اثنين، إحنا حندفع تكاليف تعويض. واضح؟ تكاليف تعويض لأهل المتوفى. هذا اسمه خطر. ليش؟ لأن الموازنة حتزيد. من البداية لو أنا ماخذ إجراءات السلامة كما حدش مات، بس أنا مش ماخذها. طيب لو كانت إصابة العامل إعاقة صار عنده، اللي إحنا سميناها متوسطة، لازم إحنا برضه ندفع له تكاليف علاج، تكاليف للعائلة. بس يطيب. لو إصابة طفيفة لا مش مشكلة، هذه مش مشكلة. ناخذ كمان مثال برضو على المخاطر،
انخفاض أسعار الصرف. لو مشروعي بالدولار وسعر الدولار نزل في الأرض، هذا خطر مالي بيأثر علي. على ايش حيأثر؟ طبعا حيأثر على الموازنة أو الميزانية. حيأثر على الموازنة وإيش؟ أو الميزانية. لو كان الأثر مرتفع، ماشي، انخفاض السعر لأكثر من 50%. لو سعر الدولار انخفض لأكثر من 50% سعره، بدل ما أدفع 100,000 دولار حدفع 150,000 دولار. واضح؟ متوسط انخفاض السعر 5%. بدل ما ندفع 100,000 حندفع 100,005. انخفاض طفيف عادي، يعني حاجة بسيطة، مش هداك التأثير، مش هداك التأثير. هدول يا اخوات لما نجمعهم مع بعض بصير اسمهم ايش؟ سجل المخاطر. في بعض الناس ما بيستخدموش أثر مرتفع منخفض، بيستخدموا الألوان. في حالة وفاة العامل بتلاقيها باللون الأحمر، معناها خطر شديد. باللون الأحمر معناها خطر ايش؟ شديد. في حالة متوسط أصفر. في حالة منخفض أخضر، اللي هي إشارة المرور. إشارة المرور عندها ثلاث ألوان، أحمر، قف، خلي الناس تعدي وإلا ممكن يصير إشي، ماشي، أصفر استعد، اللي إحنا عندناها متوسط، مش هيك ومش هيك، أخضر امشي، اللي هي الخطر طفيف جدا يعني لا يذكر، الخطر شماله لا يذكر. واضح يا أخوات؟ معايا ولا كيف؟ معايا؟ تحدثي عن استراتيجيات مواجهة مخاطر المشاريع. إذا تحدثي عن استراتيجيات مواجهة مخاطر المشاريع. الحين احنا عندنا مخاطر، نخليها هيك، نتفاقم ونسكر المشروع ولا نواجه؟ بدنا نواجه. يلا يا سهاد تفضلي. استراتيجيات المخاطر: 1. التفادي. يستلزم تفادي المخاطر تغيير خطة إدارة المشروع للتخلص من شوي يا جماعة، عندنا 4 استراتيجيات. أول حاجة التفادي، التفادي اللي هو تجنب يعني. زي وقاية. أيوه تفضلي. التفادي: يستلزم تفادي المخاطر تغيير خطة إدارة المشروع للتخلص من التهديدات بشكل نهائي. قد يقوم مدير المشروع بعزل أهداف المشروع عن تأثير الخطر أو تغيير الهدف المعرض للخطر. تشتمل أمثلة ذلك على تمديد فترة الجدول الزمني أو تغيير الاستراتيجية أو تقليل النطاق. تتمثل استراتيجية التفادي الأكثر، هذه شوية بدائل أو اقتراحات، إما تمدد الوقت أو تغير استراتيجية المشروع أو تتحكم في النطاق. هذه شوية اقتراحات يعني بنسويها، بنسميها أو بنعملها لتفادي مخاطر إيش؟ المشروع. تفضلي. تتمثل استراتيجية التفادي الأكثر تطرفا في إنهاء المشروع تماما. الأكثر تطرفا هي قرار استراتيجي. إيش يعني قرار استراتيجي؟ إني أقفل المشروع. يعني عشان أتجنب الخطر. أيوة. أسكر المشروع. إذا كان الخطر ضخم أو كبير أو شديد. ماشي. يمكن تفادي بعض المخاطر التي تثار في وقت مبكر. ممتاز، زي ما حكت زميلتكم استراتيجية وقائية. في وقت مبكر في المشروع عن طريق توضيح المتطلبات أو الحصول على المعلومات أو تحسين الاتصال أو اكتساب الخبرة. شكراً يا أنتي. نأخذ مثال يا أخوات لتوضيح استراتيجية التفادي. ارتفعت الميزانية بشكل كبير. المقصود بارتفاع الميزانية اللي هي تكاليف. ولكن لأن المؤسسة لديها احتياطي نقدي منذ البداية، لم تتعرض لخطر عدم تغطية التكاليف. إذا واضح في المثال هذا المؤسسة تجنبت إنه تكاليفها تزيد. كيف تجنبت؟ عندها احتياطي. واضح؟ المؤسسة تجنبت خطر كان بداهمها اللي هو ارتفاع التكاليف أو الأسعار. كيف تجنبته؟ عن طريق وجود ايش؟ عن طريق وجود اللي هي احتياطي نقدي. اذا ما عندناش مشكله. واضح يا جماعه؟ واضحه ولا عيدها؟
لو ما فيش احتياطي لا بصير هذه مشكله، لو ما فيش احتياطي حتتعرض لارتفاع الاسعار او التكاليف. واضحه ولا عيدها ثاني؟ عيد الاستراتيجيه هذه. اذا استراتيجيه التفادي معناها تجنب المخاطر عن طريق التخطيط السليم. عشان عندي احتياطي نقدي ارتفعت الاسعار او نزلت ما عنديش مشكله، انا مطمئنه. اثنين، شكرا يا زهر. استراتيجيه التحويل، اتفضلي اريج. نقل تأثير الخطر السلبي لجهة ثانية. لأحد التهديدات بالإضافة إلى حق ملكية الاستجابة إلى طرف ثالث. تحويل الخطر يمنح طرفا آخر مسؤولية إدارة ولا يتخلص منه. نقل من المسؤولية القانونية. خذي بالك بننقل هذا الخطر لكن مش معناها تخلصنا منه. نقل المسؤولية القانونية للخطر هي أكثر الطرق تأثيرا في التعامل مع المخاطر المالية. المقصود بالمسؤولية القانونية إنه إحنا ما نتحملش إحنا مخاطر الخطر. مش احنا نتعرض للمخاطر. تفضلي. نقل المخاطر دائما ما يستلزم دفع علاوه مخاطر للطرف الذي سيتحمل المخاطره. على سبيل المثال عندنا مثلا حرب، فعملنا مشروع في الحرب اللي هو مشروع وجود اناس متطوعين لانقاذ المصابين او الجرحى، واضح، او للبحث على الناس تحت الانقاض. هدول الناس اللي انا حطيتهم في مشروعي لازم ياخذوا علاوه مخاطره لانه ممكن يروحوا ما يرجعوش، واضح؟ إذا علامة المخاطر وقتاش بتتاخد؟ إذا كان طبيعة العمل فيه خطر. زي موظفي الدفاع المدني لهم علامة مخاطر. زي موظفي الإسعاف، سواقين الإسعاف، هذول لهم علامة مخاطر. لأنه ممكن يروح ما يرجعش. لكن واحد قاعد ورا مكتبه بداوم من 8 إلى 3 لا ملوش مخاطر. هذا قاعد في الكونديشن ما فيش له مخاطر. واضح؟ إذا الموظف اللي حيتعرض للخطر من أبسط حقوقه الحصول على علاوة مخاطرة. طبعا في الفترة الأخيرة صار يطالبوا بعلاوة مخاطرة للإداريين الفوزات الصحة، لأنه أيام الحرب هم بتركوش شغلهم، بضلهم قاعدين في الوزارة يتابعوا الشغل، فصار يطالبوا لهم بعلاوة إيش؟ مخاطرة، لأنه ممكن لا سمح الله ينقصف المكان يروح هم فيها. تفضلي. عندنا خطر وقع، انحرقت مخازن المشروع او مخازن المؤسسه، نفتح التامين. اذا هيك انا نقلت الموضوع من عندي وين وديته؟ على التامين. تفضلي. الاستفاده من التامين او ضمانات الاداء او المسوغات اللي هي التغيرات في القانون يعني. يعني نحول الخطر من الشخص اللي ما عندوش كفاءة عالية للشخص اللي عنده كفاءة عالية. ناخذ مثال، نكتب مثال على استراتيجية التحويل. اكتشف مدير المشروع أن العامل المكلف بشراء المواد الخام للمشروع على درجة عالية من الكفاءة، والله شاطر كثير في الشراء، فقرر أن يحمله مسؤولية شراء كافة مستلزمات المشروع حتى نستطيع الاستفادة من مهاراته الشرائية التي أثبتت جدارته، أو التي أثبت جدارته إنه شاطر في الشراء يعني. واضح؟ لأن هذا العامل كان بس بيشتري شغلات معينة، لقيناه شاطر كتير وبنزل في الأسعار وممتاز وبجيب حاجة حلوة، شيلناه كل مشتريات المشروع الكبيرة والصغيرة. هذا المقصود بعملية التحويل. واضحة؟ عيدها تاني. التخفيف، بس حناخد مثال عليها نفهمها وخلص. إذا نوضحي بمثال ما المقصود باستراتيجية تخفيف المخاطر.
ناخذ مثال. تعرضت إحدى الشركات لخطر انقطاع المواد الخام في السوق. حتى تخرج من هذا المأزق وتخفف آثاره، قررت الحصول على مواد خام بديلة بأقل جودة، وذلك للتخفيف من إمكانية إغلاق المشروع. يعني أنا الآن أمام طريقين، إما أجيب مواد خام جودة أقل أو أسكر المشروع. طب أنتوا إيش كنتوا تسكروا المشروع؟ ما فيش مواد خام، مواد الخام المطلوبة مش موجود. ماشي؟ هم مين اختاروا أخف الضررين؟ اللي هو جودة أقل، مواد خام جودة أقل. أخف حاجة على المشروع. أجيب مواد خام بجودة أقل ولا أسكر المشروع؟ الأفضل إني أجيب مواد خام بجودة إيش؟ أقل. القبول، تفضلي غدير. القبول، يتم اتباع تلك الاستراتيجية لأنه من النادر أن يتم تخليص المشروع من جميع التهديدات. القبول تقبل الخطأ. كيف معه؟ لا حولناه ولا نقلناه ولا خففناه، قبلناه، يعني أنا شلت مسؤوليتي. تشير هذه الاستراتيجية لأن فريق المشروع قد قرر ألا يغير خطة إدارة كل المشروع. حاجة زي ما هي، مش هنغير حاجة. أي يتعامل مع أحد المخاطر أو أنه غير قادر على تحديد أي استراتيجية استجابة أخرى مناسبة. فيش ولا استراتيجية من الثلاثة اللي تو مناسبين، فحنضطر نقبل الوضع زي ما هو. زي إنسان مثلا لا سمح الله اكتشف إنه معه مرض خطير، قبل ما كانش علاج، إيش بده يسوي؟ بده يتقبل الوضع. لو في علاج كان راح عليه، بس هو ما فيش علاج فحيتقبل الوضع، يتعايش معه. تفضل. هذه الاستراتيجية قد تكون سلبية أو نشطة. سؤال، اذكري أشكال استراتيجية القبول. عندنا أشكال الاستراتيجيات نوعين مش أكتر، إما سالبة أو موجبة، إما تقبل بشكل سالب أو بشكل موجب. اتفضل نشوف. الموافقة السلبية لا تحتاج إلى اتخاذ أي إجراءات باستثناء توظيف الاستراتيجية وترك فريق المشروع يتعامل مع المخاطر حسب ما تقع. نخلي العمال يتعاملوا مع الوضع حسب ما اللي بصير، نعملش ولا حاجة، عشان هيك سميناها سلبية. عندنا مخاطر، تعالوا أبصر إيش، مش مدورين ولا بنتحرك، اذا السلبيه لا نحرك ساكن. بتعاملوا حسب فهمكم للموضوع وخلصنا. اثنين، تتمثل استراتيجيه القبول النشط النشط اللي هي الايجابيه. الاكثر انتشارا في تحديد احتياطي للطوارئ يشتمل على الزمن او المال او الموارد اللازمه لمعالجه. ممتاز، تو شرحناها. ايوه تو شرحناها، قلنا لما حطينا احتياطي اموال فلما ارتفعت الاسعار انا ما تاثرتش، هذه بنسميها استراتيجيه ايجابيه. صرنا نطلع من الاحتياطي ونجيب الاشياء اللي احنا محتاجين لها. اما السلبيه ماليش علاقه، بعملش حاجه، بضل واقفه اتفرج على الوضع وخلصنا. اذا مره ثانيه نعيد مع بعض، ما هي استراتيجيات مواجهه المخاطر؟ قلنا عندنا اربعه، تفادي نهرب منها او نتجنبها، تحويل نقولها نسنين، تخفيف، قبول. والقبول لها شكلين، سلبي مالكيش دعوه وايجابي. ما هي استراتيجية الاستجابة الطارئة؟ يعني صار حاجة فجأة ايش نسوي؟ تفضل. استراتيجية الاستجابة الطارئة، يتم تصميم بعض الاستجابات بحيث لا يتم استخدامها الا عند وقوع احداث معينة. الاستجابات هنا اللي هي السيناريو. من المناسب في بعض المخاطر. شوية انت، ايش معنى استجابات؟ السيناريو. ايش معنى السيناريو؟ بتوقع حاجة تحصل وانا ايش حسوي؟ نخطط ايش حنعمل. ماشي، يعني كاني بتهيأ حيصير حاجه. تفضل. من المناسب في بعض المخاطر ان يقوم فريق المشروع بوضع خطه استجابه لا يتم تنفيذها الا في ظل ظروف معينه. خدتي بالك؟ بنعمل خطه طوارئ بنحطها على جنب، وقت ايش بنسحبها وبنطبقها؟ ان صار حاجه. اذا هي خطه لا تستخدم الا في ظروف معينه. تفضلي. تحديدها مسبقا في حاله الاعتقاد إذا هي عبارة عن
وضع سيناريو لو لا سمح الله سيناريو وقعت الحرب، ايش حنسوي في المشروع؟ لو انقطعت المواد الخام، هي ما انقطعتش ولا حاجه، بس انا بتوقع بتنبأ ايش بده يصير. تفضلي. ينبغي تحديد وتتبع الاحداث التي تفعل الاستجابه الطارئه. تفعل. التي تفعل الاستجابه الطارئه، مثال اخفاق الاهداف المتوسطه او اكتساب اولويه اعلى لدى المزود. المزود هذا اللي هو المورد. المزود هذا اللي هو ايش؟ المورد. اذا ببساطه يا اخوات، استراتيجيه الاستجابه الطارئه معناها وضع خطه متوقع تنفيذها عند وقوع خطر ما. من الممكن عدم تنفيذ الخطه وممكن تنفيذها. اذا مش بخطط وبنفذ، لا بعمل سيناريو وبتنبا لو صار حاجه، لو اسعار الصرف انخفضت اكثر من هيك ايش متوقع احنا نسوي. كلمة عندنا خطة طوارئ هذه بتريح الواحد، انه احنا مستعدين. يعني احد اشكال الاستعداد للمخاطر اللي هو ايش؟ وضع خطط طوارئ. واضح يا اخوات؟ عيدها تاني. اذا ايش آلية وضع خطة الطوارئ؟ بنعمل خطة لحاجة انا بتوقع انها تقع. وقعت هاي احنا جاهزين، هاي خطتنا معانا، ما وقعتش لا خلص، بندوش على الخطة. اخر حاجه في هذا الشابتر بعد ما اخذنا اداره فريق العمل، اداره الاتصالات، اداره المخاطر، اللي هي اداره ايش؟ المشتريات، اللي هي مشتريات المشروع من مواد خامه وقطاسيه والامور التي نحتاج اليها. تفضل يا صابرين. سؤال، ما المقصود باداره مشتريات المشروع؟ تفضل يا صابرين. تشتمل اداره المشتريات للمشروع على عمليات شراء او جلب المنتجات او الخدمات او النتائج اللازمه من خارج فريق العمل لإنجاز أعمال المشروع، وقد تكون المؤسسة بمثابة المشتري أو البائع للمنتجات أو الخدمات أو النتائج التي تم الحصول عليها من المشروع. ماشي، شوي عندنا إكزامبل. مشروع الأسر المنتجة، عندنا أسر فقيرة، حكينا الكلام هذا قبل هيك، نعملها مشروع مثلا خلق فرص عمل، مشروع معجنات. الأسرة هذه بدها تعمل معجنات، حنعملها عملية بيع وتسويق في السوق. إذا عندي أسرة حتصنع معجنات، حيجي المشروع تبعنا أو المؤسسة تبعتنا تاخذها تسوقها وتبيعها. إذا هذه حالة إيش؟ المشروع أصبح بائع. طيب، عشان الأسرة يكون عندها معجنات، إيش بدها؟ مواد خام. لازم نوفر المواد الخام. اذا احنا ايش؟ مشتري. اذا اداره المشتريات بتشمل المشروع كبائع والمشروع كمشتري. واضح يا جماعه؟ نفس الشيء تطريز، بنعمل منتجات تطريز بنبيعها للناس، ماشي. ما عشان الطرز لازم يكون عندك مواد خام. اذا بنشتري المواد الخام نعملها مطرزات بنبيعها. اذا احنا هم بائع وايش؟ ومشتري. واضح؟ تفضلي. تشتمل إدارة المشتريات بالمشروع على إدارة التواصل ومراقبة التغيير لتطوير وإدارة التواصل، إما الاتصال، إيش السوق عايز، آخر موديلات حاببها، إيش الناس بتطلب، إيش الناس على إيش بتدورش بالضبط. أيضا المراقبة لدراسة السوق، احتياجات المستهلك، ما عملش حاجة الناس مش عايزين. تفضل. وإدارة التعاقدات أو طلبات الشراء التي يتم إصدارها بواسطة أعضاء مخولين في فريق عمل المشروع. الأعضاء اللي بيصدروا أوامر الشراء اللي هم مسؤولين عن الشراء، ماشي. الآن إحنا هان عملنا معجنات وبعناها، المادة الخام للطحين على سبيل المثال بدأ يخلص، بيجي مسؤول الشراء بيصدر أمر الشراء إنه إحنا لازم نجيب طحين لأنه قرب يخلص. واضح يا جماعة؟ إذا أخذتي بالك، عشان الشراء بترتب عنه تكاليف بناخذها من الموازنة، بنخليش كل العمال يتخذوا قرار الشراء، بس واحد عشان يكون هو المساءل، لو جابها باسعار عاليه لو مواصفات سيئه يكون عندنا عارفين مين هو اللي قام بالشراء. تفضلي. كما تشتمل اداره المشتريات بالمشروع على اداره اي تعاقد تقوم باصداره مؤسسه خارجيه المشتري تقوم بشراء المشروع. ماشي يا انت طولي بالك. التعاقد مشروع اعمار شارع البحر، هذا في عنده عقد لتوريد الاسمنت الاسفلت. ليش هذا عمل عقد؟ لانه الماده مهمه وكمان اسعارها باهظه والكميات اللي احنا عايزينها باهظه.
عشان هيك بمضي عقد بيني وبين الناس مصانع الاسمنت او الناس اللي حتجيب ايش الاسمنت. تفضلي. تقوم بشراء المشروع من المؤسسة المنفذة له البائع، وتشتمل على إدارة الالتزامات التعاقدية الواقعة على عاتق فريق المشروع بموجب التعاقد. الالتزامات التعاقدية ايش بتشمل يا اخوات؟ عدة حاجات. واحد، الكمية المطلوبة. بتفق انا وياكم على كمية السمنت اللي كنتوا تبعتوها. اثنين، السعر المتفق عليه. اتفقنا الطن بكذا، لازم نلتزم. ثلاثة، الوقت. اخر الاسبوع بده يكون عندي السمنت، اخر الاسبوع يكون عندي السمنت. خذي بالك، مخالفة اي بند من بنود التعاقد معناها على طول شروط جزائية. معناها على طول ايش؟ شروط جزائية. ايضا من الالتزامات المكان. مكان التسليم. وين حيسلمونا اياه بالضبط؟ ماشي؟ لو احنا ما التزمناش حيكون عندنا شرط جزائي. بكون علينا ايش؟ شرط جزائي. شكرا يا صابرين. يلا كفاية. إدارة المشتريات، تخطيط المشتريات. ماذا أو على ماذا تشتمل إدارة المشتريات؟ المشاريع. على ماذا تشتمل إدارة مشتريات المشاريع؟ عندنا أربع شغلات. تفضلي. تخطيط المشتريات. تعودنا في كل حاجة التخطيط أول واحد. هي عملية توثيق قرار. التخطيط بعد التخطيط يا أنتي. تسيير المشتريات. التسيير. إدارة المشتريات. الإدارة. إقفال المشتريات. الإقفال. إذا عندنا أربع خطوات لإدارة مشتريات المشاريع: تخطيط الشراء، تسيير الشراء اللي هو التنفيذ، الإدارة، والإقفال. يلا يا كفاية. تخطيط المشتريات. ما المقصود بتخطيط المشتريات؟ هي عملية توثيق قرار الشراء في المشروع، وتحديد طريقة الشراء، وتحديد البائعين المحتملين. وضع خطة للحصول على منتج أو على مادة خام معينة. الخطة هذه ايش حيكون فيها؟ احنا ايش عايزين نشتري؟ كيف حنشتري؟ هل من السوق؟ هل من نجيب من برا البلد؟ ايضا من مين حنشتري؟ اللي هم البياعين تاعينا، اللي هم الموردين. خدي بالك، في تخطيط الشراء عندنا شكلين للشراء حسب الدولة. ايوه، اما الجاست ان تايم او الشراء المقدم. الشراء المقدم. احنا عندنا في البلد شراء مقدم، في اليابان جاست ان تايم، لانه عندهم استقرار. احنا لازم نجيب الشغله قبل ميعادها، بتخافي وقت الاستخدام ما تلاقيش، المعبر سكر او حاجه. يعني ممكن نطلب طلبيه تجينا بعد 6 شهور، توصل بعد 6 شهور. لو انا عندي خطه لما يخلصوا 6 شهور بكون اجى معاد احتياجي للطلبيه انا. صرت بدي اياها. واضح يا جماعه؟ اما ناخر شغلنا واحنا قاعدين نستنى 6 شهور، لا غلط، هذا شغل غلط بكون. تفضلي. تسيير المشتريات. تسيير هي عملية الحصول على استجابات البائع، وتحديد أحد البائعين وإبرام التعاقد. نتصل على البياعين ونشوف مين ممكن يجيب لي الكمية وإيش العقد، ونحكي في السعر وفي الزمان وفي المكان وفي السلعة ومواصفاتها وجودتها. هذا كله اسمه تسيير المنتجات. المقصود بتسيير تنفيذ. المقصود بكلمة تسيير إيش؟ تنفيذ. رقم ثلاثة، إدارة المشتريات هي عملية إدارة علاقات المشتريات ورصد تنفيذ الاتفاقيات وإدخال التغيرات والتصحيحات اللازمة. لازم نضل نتابع ونتصل على البياع وإيش صار في البضاعة وقت إيش حتصل وكيف السعر، ونشوف إحنا سعر الدولار طالع ولا نازلة، إيش حيصير معنا. ما ينفعش نمضي العقد ونضلنا قاعدين، لا، لازم نضلنا كمان نتابع عملية الشراء لغاية ما نستلم البضاعة. إقفال المشتريات هي عملية الانتهاء من كل مشتريات المشروع. ممتاز. إقفال المشتريات. ما المقصود بإقفال المشتريات؟ ما المقصود بإقفال المشتريات؟ شوف مع بعض. هاي، تفضلي مريم. عملية إقفال المشتريات تشمل إكمال جميع مشتريات المشروع أو المرحلة. تشمل حفظ السجلات، حفظ المعلومات. خدتي بالك هيا، حفظ السجلات. إحنا الحين صار عملية بيع وشراء، في عندنا سندات قبض، ايوه، وسندات دفع.
هذه لازم تدخل على الجهاز، على البرنامج المحاسبي تبع المشروع، ولازم احتفظ فيها انا. ماشي، هذه موازنة الفلوس وين راح، وهي الفواتير والسندات. حفظ السجلات، حفظ يكون عندنا ارشيف على الجهاز او ورقي حسب وضعي. كل شيك اللي طلع او دولار طلع من المشروع معروف وين راح، واضح؟ انها جميع التعاقدات. حفظ المعلومات اللي هي مواصفات السلعة، اسعارها، مين البياع، ايش صار معانا، اذا مشاكل نسجلها. هذا المفروض بحفظ ايش؟ المعلومات اللي هي الارشفة. حفظ المعلومات اللي هي ايش؟ الارشفة. جميع التعاقدات، مش صار قبل شوية مضينا عقد احنا مع البائع، لازم هذا نخبيه، صورة من العقد تكون عندنا لحتى نحفظ حقنا القانوني، يمكن يصير حاجة ايش، يمكن احنا ايش مالنا مجهزين امور. اذا التعاقدات هان اللي هي صورة من العقود اللي مضيناها مع البائعين. ارسال اختار رسمي مكتوب للبائع بانتهاء عملية الشراء والتعاقد. بنبعث اختار على الايميل او بشكل شخصي على البائع انه انتهت العملية خاص، بمعنى جاب لي الاسمنتات، وصلوا في المكان المناسب بالمواصفات المناسبة بالاسعار المناسبة، وكل شيء تمام، فيش اي ايش اي مشاكل. مش بعد ما جاب كل حاجة وخلصنا نتذكر انه ضل عنا مصاري، لا هيك شكل غلط هذا. لازم اول باول ايش نعمل؟ نتابع شغلنا. دفعنا له كامل الورق، كامل المبلغ عفوا، نجيب وصل ما ضلش ولا حاجة. واضح يا اخوات؟ مش هتفاجأ بعد فترة انه طالع يقول لا ضيع عليكم مصاري، تعالوا هون. الشغل السليم بصيرش فيه هذه المشاكل. اذا كان عندنا سؤال يا اسماء، ما المقصود بعملية اقفال المشتريات؟ خدي بالك ما قلناش اقفال المشروع، مشتريات. قلنا المشتريات، المشتريات جزء من المشروع، خليك معنا مجدول. واضح اقفال المشروع ايش والمشتريات ايش تاني؟ تفضل. تشتمل اكمال جميع مشتريات المشروع او المرحلة. اي واحد. تشتمل على حفظ السجلات وانهاء جميع التعاقدات وحفظ المعاملات. ممتاز، شرحناها مع بعض ايش معنى سجلات، ايش معنى تعاقدات، ايش معنى المعلومات اللي هي الداتا بيس، يعني هي الارشف، يعني ارشف الشغل تبعنا. ارسال اختار رسمي مكتوب للبائع بانتهاء عمليه الشراء والتعاقد قد انتهى. شكرا يا انت. اذا عمليه اقفال المشتريات يا فلسطين تمر بثلاث مراحل، ما هي؟ حفظ السجلات، لا هذه مرحله اثنين. أول مرحلة نخلص عملية الشراء، هاي رقم واحد. رقم اثنين الأمور المستندية هي السجلات والتعاقد. رقم ثلاثة أبعث رسالة أنه خلص هيك تمام، لا إلكوا علي مصاري ولا إلي عليكم لا مصاري ولا مواد خام ولا حاجة. واضح يا جماعة؟ عندنا الفصل التالي اللي جديد حنبدأ فيه يوم الأربعاء إن شاء الله، اللي هو إقفال المشروع وليس المشتريات. واضح؟ كيف نقفل المشروع ونسلم؟ واضح يا جماعة؟ يعطيكم العافية.